رآها البعض لوحات فنية، بينما رآها آخرون 60 نافذة تطل على اليمن من داخل إسطنبول. على مدى 3 سنوات ظل الفنان التشكيلي محمد العسلي يستنزف الأفكار والألوان والأوراق من أجل شرح القضية اليمنية، وكانت هذه المحصلة. ستون لوحة في معرض بإسطنبول انطلق في 24 من أكتوبر الجاري ويستمر لـ3 أيام تحت عنوان أيقونة السلام اليمني. أمام اللوحات مر يمنيون في المهجر وعرب وأجانب أملوا أن يرى الرسومات غيرهم في بلدان أخرى، وهو ما يسعى إليه الرسام العسلي الذي قال في تصريح خاص إن تركيا ليست المحطة الأخيرة للوحاته. هذه بداية الافتتاحية لهذا المعرض الذي سيوزع أو سيتنقل هذا المعرض المتنقل إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية، وسيكون رمزاً للسلام وناشداً للسلام في عدد من الدول العربية والأوروبية، والذي أعبر وأعرف فيه الناس بطبيعة الحياة الموجودة في اليمن وما يعانيه اليمنيين أيضاً، وما هو ما هو موجود وجميل في اليمن. من اليمن إلى تركيا سافر هذا الصغير داخل لوحة لينقل للعالم معاناة الأطفال هناك، فحقق نجاحاً في مهمته. بدأ ذلك واضحاً في وجوه الزائرين وكلماتهم. صرخة الطفل وكم أطفال بيصرخوا في العالم، وحب أهديهم شعر يعني للعالم وللعقلاء في هذا العالم. أحب الحياة ونور السماء وألوان قوس قزح والغناء، لماذا جعلتم حياتي دماراً وروحي المعذب يهوى الضياء؟ كرهت الدموع وبطش المنايا وقهر العذاب وقيد الشقاء، لماذا الدموع؟ لماذا الحروب؟ لماذا الدمار؟ والله يأمرنا بالإخاء. Burada şu çocuk ve şu çocuğun arasındaki farkı gördüm ve bundan sonrası şu andaki bütün hani dünyayı bir mesaj olarak görüyorum buradan sonrasını ve bu mesajın çok iyi alınmasını isterim. يقال إن صورة أبلغ من 1000 كلمة، وهو قول تم تجسيده من خلال هذه الرسمة التي وقفت لتشرح بصمت للعابرين كيف يتلاشى الإنسان المخفي قسراً في غيه بالسجود. لم يكن الحضور اليمني في هذا المعرض شعبياً فقط، بل كان رسمياً أيضاً، وافتتح بقص شريط وترديد النشيد الوطني. رأيت لوحات تجسد وتعرف الآخرين بثقافتنا وهويتنا الوطنية وما يوجد في بلدنا من مآثر ومن معالم يعني تاريخية، يعني ذكر الله حتى في القرآن الكريم. وما أعجبني في هذا المعرض أنه أيضاً يعكس الكثير من المعاناة الذي يعانيها شعبنا. جمال اليمن ومعاناته كان الهدف من إنشاء هذا المعرض بحسب المنظمين له، وهم نادي الإعلاميين اليمنيين بالتعاون مع مركز سبا للتراث والفنون التشكيلية. هذا المعرض هو الأول من نوعه خارج اليمن، والذي جسد معاناة اليمنيين بشكل مختلف تماماً من خلال اللوحات، وهي في تقديري أبلغ من المقالات وأبلغ من غيرها من أدوات التأثير. معرض صغير سرد رواية كبيرة عن اليمن، رواية ليست بين دفتين بل في لوحات تشكيلية تكاد تنطق.
وكأنه جيء بالسعادة إلى اسطنبول، حتى أن أحد الحاضرين شعر أنه سيدخل في لوحة ليعود إلى اليمن.